انت بيبي انت فجورة انت بي. البحر صحراتي بس دير بالك بدك مساعدة؟ يعني إذا هناك يهودي ولا عربي ولا درزي ولا مسيحي ولا مسلم هاي أنا بطلعش وبسألش. إنسانيتي هي اللي بتشدني إنه أنا بروح أنقذ أي إنسان بحاجة للمساعدة. حمامي جميل، بنت البحر، بنت جسر الزركة، وأنا عمري 3 سنين وأنا في البحر. استمر الإشي معي، يعني كل سنة بسنتها اللي أنا بعيشها من جديد عم بعمل إشياء كلها تحديات عشان أثبت وجود المرأة إنه هي بتقدر تعمل كل إشي بكل قوة وإصرار وثبات وتحدي. يومي طبعاً كل طاقاتي ببلش في البحر. إحنا بنطلع الصيد الساعة 5 الصبح، نحط الشباك المغرب والصبح نطلع نجيبها. عم نستغل لما يكون البحر هادي، نستغل بنصلح الشبك، فحياك عادي خياطة كبة خيطه الملابس. أنا أخذت الإشي تبع الشباب، ولا مرة كان عندي حدا معترض على الإشي اللي أنا بعمله، بالعكس الكل بشجع لأنه أنا عودت الناس كيف أنا بدي، إنه حمامي تمسك شبكة، حمامي بتصيد، حمامي بتنقذ، حمامي بتلعب فوتبول، فالناس تقبلوا كل الإشياء اللي عم بعملها. طبعاً إحنا اليوم المبادرة اللي عملناها إنه إحنا فتحنا أول مدرسة عربية لركوب الأمواج في قرية الصيادين في جسر الزركة. أخوي بلش يعلم بال2004 الشباب العيلة ودعمنا أخوي، يعني دايماً بيقولوا إنه الأخ هو سند أخته، فكمان هاي الجملة أنا تحديتها فسندته وجبت له طبعاً بنات وشباب وأطفال لهاي المدرسة. والهدفنا بالمدرسة مش مادي، هدفنا إنه كل العرب من الشمال للجنوب إنهن يملأوا شواطئ جسر الزركة، إنه إحنا موجودين، هاي قريتنا، هذا بحرنا، وهذا دعم لكل الكرة والمدن العربية. يعني أنا بطلع على البحر قديش كبير، أنا هيك طموحي وأهدافي إنه نضلنا مستمرين. كل سنة بعيش بسنتة والعمر مجرد رقم.